المشكله كلها ان احنا عندنا شركه المقاولات المصريه بتصفي التشغيل الذاتي اللي هو العمال اليوميه اللي بيقبضوا كل 15 يوم، بتصفيهم من المواقع بدون سابق انذار، وبتاخد الناس اللي هم العقودات اللي كانوا عاملين واخدين عقد بسنه بيعملوا لهم عقد بثلاث شهور علشان بعد كده تبقى هم عليهم الدور في التصفيه. وبيعملوا كشوفات بتغيير وظائف للملاحظين والكوادر اللي هم يبقوا عمال فنيين. ويقول لك ان مفيش فلوس وهم كل الفلوس بيصرفوها على الادارات زي ما هم وعربياتهم، كل واحد راكب له عربيه ملاكي واخد بالك وما بيسالوش في العماله يقول لك مفيش فلوس. بقى لنا 7-8 سنين بيقولوا في تثبيت في تثبيت، مفيش تثبيت. مرتبات قليله جدا، بدل المواصلات اقل ما يمكن 3 جنيه في اليوم. اقل واحد فينا بيصرف 15-20 جنيه في اليوم. اقل مرتبات على مستوى الجمهوريه هي مرتبات مختار ابراهيم. اقل واحد هنا، اكتر واحد هنا ما بيكملش 2000 جنيه، ما بيكملش. اقل ناس هنا 600-700، ده ما يكفيش لعيشه فرد واحد. جينا عشان نطلب حقنا من عند الشركه، من عند الاداره. انا في العجوزه دلوقتي الضباط والناس الشرطه وكله جاي يحمي الناس اللي فوق اللي هم اكلين، هم اللي فاصلنا وهم اللي مبهدلنا، جايين يحموهم ويركبوهم العربيات ويأمنوهم من كل حاجه مننا احنا. يعني احنا ما لناش اي ما يجي نروح قدام الشركه عشان نطلب حقوقنا يطردونا في اخر الشوارع.